انا عايز اقول حاجه كمان، لان في ناس اتريقوا عليا وانا ما قلتها. انا حلمت بروح نيره، وحلمت بنيره ان جات لي في الحلم، وكانت ماسكه رجلي ومثبتاها في الارض. كانت ايديها ماسكه رجلي ومثبتاها في الارض. اما سالت انا عالم ازهري قال لي ده الروح من نيره بتقول لك ما تسيبنيش لما تجيب لي. دي كانت امتى دي مع المستشار؟ ده من فتره. من فتره، وانا قلتها للناس والناس اتريقت. تمام، لكن فعلا انا ما سبتش نيره ومش هسيبها قال ما يجيب حقها وقصاص الحد لنيره وعائله نيره اللي الناس نالوا منهم ونالوا من شرفهم ونالوا من سمعتهم. حضرتك برضو كان في هناك اشاعات ان حضرتك هتتولى الدفاع عن اسلام قاتل سلمى، فحضرتك ترد عليه الكلام ده تقول ايه؟ والد اسلام كلمني هاتفيا اكثر من مره. تمام، لان اتولى هذا الموضوع انا رفضت في الاول. قال لي طبعا عشان خاطري انا هبعت لك الورق وتشوفه. ما بعت لي الورق انا ما قريتش منه الا رساله كانت على تليفون اسلام قبل الواقعه بسنتين، يعني من 2020. الرساله دي ما نقرتها، انا حسيت ان الولد من طفولته وهو في حاجه نفسيه تعبانه، ومن والده بالذات. بس لا تعفي من العقاب طبعا. يا جماعه القتل قتل، والنفس النفس، وقصه بقى مريض نفسي تعبان كلام من ده ما بتحبش ان انت تقتل. تمام، الا كل معلش، مين في مصر دلوقتي مش مريض نفسي؟ مين في مصر مش مريض نفسي بالظبط؟ سواء